ねえねえ、みんな、起きているのに夢見たことってある？現実を見る。この世は思い通り浮かぬことばっかりだ。長く起きればそのことわかる。エル・サイ・コングル。この世は勝つことが全てだ。قوموا بيوم يومين لدرجة أنه الجدول الزمني تاعه مزدحم كثيرا كما نقولوا بالجزائرية تاعنا مزدحم بزاف بزاف البنان فور يا أخويا، روعة يا أخويا يا أخويا. بعد طول فترة غياب ها نحن نلتقي من جديد أصدقائي. هونتوني أي تاكاتا أوهايو ميناسان في اليابان. معكم عبد القادر، وفيديو اليوم راح يكون عبارة عن سفر عبر الزمن. لكن قبل البداية اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة، اعجبوا بهذا الفيديو، وتابعونا على وسائل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، خصوصا انستغرام لأنه فيه ريلات تقريبا يوميا ننشرها، إن شاء الله تستمتعوا بها حبيبي. فيديو اليوم عبارة عن سفر عبر الزمن إلى لقطات سبق وقمنا بنشرها في فيديوهات سابقة. في كل لقطة راح تجدون عبارة، وهذه العبارة لما تجمعوها مع بعض هتشكلوا جملة. الجملة هذه عبارة عن إجابة عن سؤال أحد المشتركين. السؤال كان جد مهم وبالتالي جاوبت عليه بهذه الطريقة. وعبارة اليوم هي Don't limit your challenge, challenge your limit. بالتأكيد هذه العبارة مكتوبة في صفحة القناة، ومبارك اللي قام باكتشاف هذه العبارة ولا شافها في القناة. حاليا الجو في اليابان راهو جد جد سخون وفيه ضغط جوي رهيب، واليوم راح نجربوا حاجه جديده. هذا الباكيت باليابانيه يسموه انستانتو كولدو باكو. هذا الاخر كي تضربوا هكايا، واو، في حبات كي تضربهم وتكسرهم بهذه الطريقه، اوه بارد بارد تاع الصحه. واه روعة، الله الله روعة، العلم والتطور شفتوه. البرودة تجيك بلا مكيف. راح نواصل شرح عبارة اليوم، لكن بعد السفر عبر الزمن مرة أخرى والانتقال إلى يوم البارحة الذي كان فيه السبيتش الخاص بي عن الدولة التي كنت عايش فيها. تابعوا معنا. これはアルジェリアのグレートモスキです。
アルジェリアのグレッドモスキは世界で一番高いモスキです。アルジェリア人の好きな食べ物は何ですか？多分、チャフチュハです。これでみんな、チャフチュハ、アラビア語で特別な発音があります。ハートは他の言語はありません。残念なハートがの発音に頑張ってください。チャフチュハは何の料理ですか？チャフチュハは薄いパンや肉などの料理です。とてもとても辛いですが美味しいです。みんな初めて食べるときに絶対に泣きますよ。頑張ってください。アルジェリアに連れてきてください。荷物にたくさん服入れないでください。アルジェリアは安い国とそして暑いです。よく見てありがとうございます。Don't limit your challenge, challenge your limit. باللغة العربية معناها لا تقم بالحد من تحدياتك, تحدى حدودك. هذه فكرة اليوم, لأنه كما قال صديقنا في السؤال تاعو, إذا كان إنسان في الكومفورت زون, يعني في منطقة الهناء, عنده كل شيء وكل شيء بين يديه, ما رحش يتطور. لكن إذا قمت بالخروج من الكومفورت زون, من قوقعة لك فيها, ورحت للحدود أبعد مما يستطيع الشخصية تاعك تحملها, راح تصل إلى منطقة جديدة, وراح تصل إلى تحدي جديد, وراح تطور من نفسك. هذه هي الفكرة. لذا التخوف اللي يكون عندك قبل أن تؤدي أي شيء, أخي الكريم, تجاوز هذا التخوف, تجاوز مخاوفك, وبالتأكيد راح توصل للهدف اللي باغي توصل له. لماذا أنا أقول هذا الشيء؟ بالتأكيد أنا حد الآن مازال ما حققت حتى شيء جديد, خصوصا أنه قناة يعني اتفقنا أنها توصل في 3 أشهر لمئة ألف مشترك. مازال فشلت في هذا التحدي, لكن مازال نزيد نتحدى. هذا الفيديو أصلا هو يعني موتيفيشن لي أنا بالتأكيد, لأنه الشخص اللي يشاهد فيه في المستقبل, يعني أنا تاع المستقبل اللي يشاهد فيه الآن, ما لازمش يفشل, لازم دائما نواصل في الاستمرار حتى نحقق الهدف اللي سطرناه منذ البداية. النصيحة كانت لكم ولي أنا بالتأكيد, كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة, مازال ما حققت حتى شيء, ومازالني مانيش خبير في الدنيا حتى نقدم النصائح. لذا خلونا نتحدى حدودنا ونواصل في بناء مستقبلنا. خوتي, لا تنسوا كالعادة الاشتراك في القناة, الإعجاب بهذا الفيديو, ومتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. هدفنا القادم 10,000 سبسكرايبر في الانستغرام, 50,000 سبسكرايبر على اليوتيوب. نقدر نحققها خوتي. دعونا يعني نتجاوز الحدود تاعنا في فيديوهات قادمة. نلقاكم بإذن الله. إلى ذلك الحين راح نقول لكم باليابانية ما تاني جاني. إلى اللقاء, باي باي خالتي, نلقاكم في الفيديو القادم بإذن الله. Don't limit your challenge, challenge your limit. باللغة العربية معناها لا تقم بحد من تحدياتك, تحدى تقوم بحل من تحدياتك, تحدى التحديات, تحدى حدودك, لا تقوم بحل من حدودك.